عزيزي المشاهد، اهلا بيك معانا والموسوعة الجمالية. النهاردة انا هكلمك عن شيء جميل في الموسوعة الجمالية، هنتكلم عن الاظافر. ايه المشاكل اللي احنا ممكن نلاقيها في الاظافر، وازاي ممكن نتصرف معها، وازاي ممكن نعالجها؟ المعروف تماما ان الاظافر زيها زي الشعر عبارة عن زيادات جلدية موجودة تخرج اساسا من الجلد. صحيح ان الانبات للداخل، وصحيح ان الصفة التشريحية ليها بتتركب من اجزاء عديدة، لكن كل اللي يهمنا اساسا هو جمال هذه الاظافر. الاظافر بتنمو بطريقة معينة وبمعدل معين، والحقيقة دي تعتبر عنصر من عناصر الجمال بالنسبة للجميع، كبار وصغيرين، ذكور واناث. الحقيقة الأظافر دي ممكن تحصل فيها تغيرات غريبة كثيرة جدا. ممكن الأظافر من منظرها أقدر أعرف أمراض كثيرة جدا. ممكن ما يكونش فيه تغير حصل في الجسم إلا في الأظافر، وده دليل على تغير في داخل الجسم من الداخل لمرض أو لآخر، ومن خلال هذه الأظافر نقدر نقول إيه هو المرض ده، وإيه أسبابه، وإيه دور تكوينه. وعشان كده لما بنتكلم عن الأظافر هنبتدي نناقشها من كذا موضوع. الموضوع الاول ان ممكن ابص الاقي الاظافر تزداد في السمك، ودي ظاهره بتحصل في حاجات كثيره جدا زي مرض الصدفيه. ممكن الاقي مرض الصدفيه ده مرض مشهور، وممكن يتكون فيه قشور في اماكن مختلفه فضيه اللون، ممكن تكون في الكوعين او الركبتين او فروه الراس، لكن ممكن بتنتهي بتكوين زياده لسمك الاظافر، وده بيكون ظاهره مرضيه دليل على المرض. وممكن التغير اللي يحصل في الأظافر يكون أول حاجة ظهرت بالنسبة لهذا المرض. أيضا في مرض من الأمراض المعروفة قوي اسمه مرض الحزاز. هذا المرض من ضمن الأعراض اللي بيكونها إنه بيزود من سمك الأظافر، وبتكون ليه بعض الأمراض، بعض الأعراض الجانبية الأخرى اللي بتكون موجودة في واجهة الوجه، تتعلق بالخدين، تتعلق بالرقبة، وتتعلق بالحواجب. ايضا من ضمن الاشياء اللي بتساعدني على زيادة سمك الاظافر بعض الفطريات. والحقيقة مرض العصر دلوقتي هو الفطريات والمشاكل اللي بتعملها لنا في الاظافر. في انواع معينة من الفطريات تزيد من سمك الاظافر، لكن مش معنى الكلام اللي انا قلته ان اي زيادة في سمك الاظافر يبقى مرض. ده انا ممكن الاقي زيادة في سمك الاظافر وتكون الحالة وراثية بحتة، العائلات دي اظافرها سميكة بطريقة معينة. دي حاجة. الحاجة التانية، ممكن تحصل تشققات في الأظافر بطريقة طولية، بمعنى ان هي تكون موازية لامتدادات الأصابع. والحقيقة يعني في مجموعة كبيرة قوي من الصور هتقدروا تلاحظوا بيها الكلام وانتوا تتابعوني انا وبتكلم. هذه التشققات الطولية اللي موجودة في الأظافر بيكون لها حالات كثيرة جدا بتحصل فيها. ممكن تكون تشققات طولية سطحية على مستوى السطح، ودي احنا ممكن نشوفها مع تقدم العمر، وده شيء طبيعي. تبتدي الاصابع كانها تتشقق، كانها مع تقدم العمر شيء طبيعي. ممكن الاقيها في بعض حالات الروماتويد اللي موجود في الجسم، يصاحبه بعض الامراض تشقق طولي سطحي في الاظافر. ممكن ايضا بعض الحالات المرضيه اللي بيحصل فيها اصابه في القلب، بلاقي في تشقق الاصابع بطريقه طوليه. ايضا ممكن بعض الحالات الوراثية بنلاقي فيها هذه التشققات الطولية بالنسبة للأظافر. لكن ممكن ألاقي فيه تشققات طولية عميقة، ليست على مستوى سطح الظفر نفسه إنما إلى درجة أعمق، ودي بنلاقيها في حاجات كثيرة جدا. حالات كثيرة قوي بنلاقيها مصاحبة لمرض الثعلبة، اللي هو عبارة عن سقوط فجائي للشعر في أماكن محددة من الجسم، قد تكون فروة الرأس أو الذقن أو الشارب أو الرموش أو الحواجب. لكن ممكن ألاقي خطوط طولية عميقة موجودة في داخل الأظافر. الحاجة التانية ممكن ألاقيها في بعض الإصابات، شخص أصيب في حادث وكانت نتيجته حصل كسر عميق بالنسبة للأظافر، ممكن تكون مصاحبة لبعض الأمراض زي مرض الحزاز. أيضا بالنسبة للأظافر والتشققات، ممكن ألاقي في تشققات طولية ومتسعة، ودي بتحصل أغلب الظن في الأورام اللي ممكن تصيب الأظافر. أيضا ممكن نلاقي فيه انقسام طولي غريب يصيب الإبهام فقط في مرض معين معروف عنه اسمه الميديان نيل نيستروفي. وهذا المرض المحدد
مفيش اي انقسام لاي ظفر من الاظافر الا ظفر الابهام، نلاقي انقسام طولي واحد بس في هذا المكان. بعد كده ايه التغيرات اللي تانية ممكن تحصل؟ احنا قلنا زيادة السمك وقلنا التشققات الطولية، ما دام في تشققات طولية يبقى في تشققات عرضية. ايه اللي ممكن التشققات العرضية اللي ممكن تحصل في الاظافر؟ بنلاقي حاجات كتيرة قوي. في اشهر حاجة اللي هي الالتهابات المزمنة اللي بتحصل في الاظافر، واغلبها بتكون امراض فطرية، لكن ما يمنعش ان ممكن الاصابات تعمل لي هذه التشققات العرضية، وممكن انواع محددة من الاكزيما تكون مصاحبة تشققات عرضية عميقة بالنسبة للأظافر. وممكن في مرض الحقيقة مشهور أو بيصيب النساء أكثر من الرجال اسمه مرض رينولد، وهذا المرض اللي هو مرض رينولد بتكون الدورة الدموية بتاعة الإيدين ضعيفة، ودي دايما بيصاحبها تقصب والانقسامات العرضية بالنسبة للأظافر. إيه ممكن تاني نلاقيه من التغيرات اللي بتحصل في الأظافر؟ ممكن نلاقي الأظافر تنقسم على هيئة طبقات. واحد يقول لك ان الظفر ابتدى يتشقق طبقة فوق طبقة، او انه ابتدى ينفصل عن سطح الجلد. دي بنلاقيها طبعا اغلب الحالات بنلاقيها في حوادث، لكن ما يمنعش ان مرض الصدفية ممكن يديني انقسام على هيئة طبقات اللي بتحصل في الاظافر. ايضا السيدات في البيت او اي واحد بيطبخ في مطبخ، ممكن تبلل الاصابع المستمر بيؤدي الى فصل هذه الاظافر على هيئة طبقات، وتبتدي تديني هذه الظاهرة المرضية اللي احنا بنشوفها. بعض الحالات الإكزيما وبعض حالات الثعلبة ممكن نلاقي فيها هذه التشققات العرضية. إيه ممكن يحصل تاني؟ الحقيقة من أشهر الأمراض اللي في هذا العصر، زي ما أنا قلت مرض العصر في الأمراض الجلدية، هو فطريات الأظافر. والفطريات ما بترحمش الأظافر. وليه؟ لأنها بتعمل حالات مرضية كثيرة وتشوهات غريبة كثيرة جدا. دي من ناحية. الحاجة الثانية إن العلاج بالنسبة لها صعب جدا ومكلف جدا، وفي نفس الوقت اغلبه بيكون ليه تاثير على الاعضاء الداخليه للجسم وعشرها الكبد. فبنلاقي مثلا ان هذه الفطريات ممكن تصيب جانبي الظافر ومن الامام، او جانبي الظافر ومن مرفع ومن مكان التقائي مع الجذر نفسه، وممكن تصيب الاظافر انفصال كامل. ابدا ابص الاقي الفطريات عملت لي انفصال كامل للظفر، وممكن تلاقيني بتعمل لي تشققات سواء كانت طولية أو عرضية. طيب إيه المحسوبود دلوقتي؟ إيه اللي بيسبب ألم في الأظافر؟ حالات كثيرة جدا ممكن تلاقي فيها ألم في الأظافر، أشهرها حادث. أي إصابة لحادث تؤدي إلى ألم في الأظافر. ومش كده وبس، ده احنا ممكن في حاجات بنعملها لنفسنا اللي هي أعمال تنظيف الأظافر والباديكيرات والحاجات دي كلها، دي ممكن تؤدي إلى هذه الالام الموجوده بالنسبه للظافر. الحقيقه بعد كده في بعض الفيروسات ممكن تؤدي الى الام في الاظافر، واشهر هذه الفيروسات الهربس العصبي اذا اصاب الاظافر. وما ننساش ان في بعض انواع من البكتيريا، ودي مشهوره قوي قوي، واحد يقول لك سوايم دوحس، تكون في بعض الانواع من البكتيريا اللي بعد كده بيصاحبها بعض الفطريات اللي بتؤدي الى التهابات بالنسبه للاظافر. على الاطلاق ما ننساش ان في اورام متخصصه ممكن تحصل في الاظافر، أشهرها الحسنات اللي تصيب نفس الظفر وتؤدي إلى تكون نوع معين من الألم. الحقيقة قبل ما أختم حلقتي عايز أقول إن ممكن لون الظفر نفسه يتغير. الظفر مش دايما ليه هذا اللون، ممكن أبص ألاقي لون الظفر تحول إلى اللون الأبيض، وده ممكن ألاقيه في بعض الحالات الصدمات حوادث الطرق، ممكن ألاقيه في أمراض القلب وفي أمراض الجهاز الهضمي وفي أمراض الكلى، الاقي اللون تحول الى اللون الابيض. وطبعا احنا بنلاقي ان الصدفيه من اشهر الحاجات اللي بتديني اللون الابيض. حتى المرضى لما بنعمل عمليات جراحيه بنلاقي ان الظفر في المريض في وقت التدخل الجراحي بيكون لونه قريب الى اللون الابيض. ممكن لون الظفر الاقيه لونه اسود، واللون الاسود بلاقيه في الحسنات او في اي تجمعات دمويه بتكون تحت الظفر. ممكن الاقي لون الظفر اخضر، وده بيكون في نوع معين من البكتيريا مشهورة أوي اللي هو السودوموناس، وفي نوع معين من الفطريات يحول لون الظفر إلى اللون الأخضر. ممكن ألاقي لون الظفر تحول إلى الأصفر، وده مشهور في بعض أنواع معين من الفطريات. وأيضا هناك بعض العقاقير والأدوية اللي الإنسان لما ياخدها بتخلي لون الظفر تحول إلى اللون الأصفر. الحقيقة أنا عايز أقول إن التهابات جذر الظفر دي مهمة جدا، وإن لازم أحمي الجسم منها، لأن هذه الالتهابات سواء كانت
تنتج من بعض الامراض، التهابات الظفر الحاد او التهابات الظفر المزمنه او الاصابه بالصدفيه او الكولاجين او اكزيما او غيرها، كل هذه الالتهابات طالما موجوده في الظفر والظفر عنصر من عناصر الجمال فسوف تكون مؤلمه الى حد كبير. الحقيقه الاهتمام بالاظافر شيء مهم جدا، لازم اراعي كافه الطرق الصحيه للمحافظه على الاظافر. لازم اذا كان ليكي اي شيء بتستخدميه في الباديكير هذا يكون متخصص ليكي انت، هذا المبرد متخصص ليكي، ما تحاوليش نستخدمي مبرد للغير. ده ثبت حتى ان ممكن حد ينقل مرض ينتقل زي الايدز في حالات ثبتت، وزي الوباء الكبد الفيروسي به وجيم بتتنقل عن طريق المبرد. خلي ليكي مبردك الخاص بيها، حاولي انك تهتمي بنظافه اظافرك، ما تحاوليش انك تبللي ايدك بالميه كتير، واذا بللتيها لابد انك تنشفيها ودايما تكون ناشفه دايما. اي التهاب يحصل في الايد سواء كان التهاب بكتيري او فيروسي استشيري اقرب طبيب ليكي، لان دي كلها نصائح عامه. الحاجه اللي بعد كده هو ان لو ذهبنا لطبيب، الحقيقه احنا عندنا عقاقير ونسبه كبيره جدا منها بتاخد وقت كبير وبتاخد تكاليف طبيه باهظه، وعشان كده انا دايما النصيحه الذهبيه اللي بقولها في الاظافر ان الوقايه دايما خير من العلاج، لان العلاج مكلف جدا وطويل الوقت جدا. عزيزي المشاهد، احنا دايما هنجيلكم ونجيب لكم معانا كل ما هو جديد من ناحيه التجميل والجمال، مع اطيب تحياتي مع الموسوعه الجماليه، والى اللقاء.